طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعتذر عما حدث من خلل في عرض الشرائح، ونواصل إن شاء الله تعالى. تكلمنا عن أهمية حفظ المتون مرة أكثر من مرة، وكنا انتقلنا إلى تعريف بالناظم عليه رحمة الله. نتابع، قلنا اسمه وشهرته هو أبو الخير شمس الدين محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الدمشقي المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى، وولد في ليلة السبت بعد صلاة التراويح في 25 من رمضان المبارك سنة 751 هجريا. أما عن نشأته أو نبذ عن نشأته، حفظ القرآن الكريم وعمره 13 عام، وصلى بالناس إماما وعمره 14 عام، وأفرد القراءات وهو ابن 15 عاما، وجمع القراءات وهو ابن 17 عاما على شيخه أبي المعالي ابن اللبان. طيب، تاريخ وفاته يوم الجمعة ربيع الأول سنة 833 هجريا. نحفظ هذه المعلومات لأن المعلومات مهمة. وتوفي في مدينة شيراز. وأبرز مؤلفات الإمام الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية التي أتم بها القراءات السبع، وهي للإمام أبو جعفر والإمام يعقوب وخلف العاشر. كذلك طيبة النشر في القراءات العشر، جمع فيه ما تواتر عن القراء العشرة. هذه منظومة أيضا، منظومة من منظومات القراءات. وأيضا كتاب النشر في القراءات العشر، هذا كتاب مجلد كبير، واختصره في هذه المنظومة التي سماها طيبة النشر. وكذلك التي بين أيدينا الآن هي المقدمة الجزرية في علم التجويد. نتابع في نشأته وحياته. حج ابن الجزري مرارا ورحل إلى مصر تكرارا، والتقى بالأئمة القراء وسمع الحديث وأخذ الفقه وأجازه بالإفتاء الإمام أبو الفداء بن إسماعيل بن كثير وغيره. وجلس للإقراء تحت قبة النسر في الجامع الأموي سنين، وولي مشيخة الإقراء الكبرى، وابتنى بدمشق مدرسة سماها دار القرآن الكريم، وولي قضاء الشام سنة 793 هجريا. ولم يكن رحمه الله عالما في التجويد والقراءة فحسب، بل كان عالما في شتى العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول وتوحيد وبلاغة ولغة. وسافر لنشر العلم إلى أنطاكيا ثم إلى بورصة في تركيا، ولما قامت الفتنة التيمورية في بلاد الروم رحل إلى بلاد ما وراء النهر، ثم إلى شيراز في إيران، وتعلم على يديه خلق كثير. هذا نبذة سريعة ومختصرة لحياة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. التعريف بالمنظومة، هذا النظم على بحر الرجز، إحدى بحور الشعر التي غالبا ما تكتب بها الأبيات. هذا بحر من بحور الشعر الذي يسهل النظم عليه، يسمى بحر الرجز، وبعضهم يقول هذا حمار الشعراء، يعني أي شاعر لسه مبتدئ وبيتعلم الشعر يستطيع أن ينظم على هذا البحر، وهو بحر الرجز. وعبارة عن مستفعل 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 في كل شطر، ثلاثة مستفعل، مستفعل مستفعل مستفعل، هكذا. يقول راجي عفو رب سامعي، مستفعل مستفعل مستفعل، محمد بن الجزري الشافعي، مستفعل مستفعل مستفعل. هذا هو النظم الذي نظم عليه الإمام على بحر الرجز. طيب، عدد أبيات المتن 107. بعض الناس يقول لك احنا شفنا 109، هلا هو 107، ولكن بعض المحققين وبعض العلماء أضافوا بيتين على هذا فاكتمل 109. أما الأبيات التي نظمها الإمام ابن الجزري عددها 107. استوفت غالب موضوعات علم التجويد إن لم يكن كل الموضوعات. نتابع، صارت المنظومة على نظام مسلسل تدريجي منطقي واضح، حيث بدأت بمقدمات التجويد، ثم تكلم عن مخارج الحروف والصفات كما سيأتي إن شاء الله في الأبواب، وبعدها تحدث عن التجويد وعن حكمه، ثم عرج على الأحكام الناشئة عن التركيب من الراءات واللامات وما يلحقها من تفخيم وترقيق، اللي هو باب التفخيم وباب الترقيق، ثم تكلم عن الفرق بين الضاد والظاء، كثير من الناس يخلط بين الضاد والظاء،
فتكلم جمع كل الكلمات التي وردت في القرآن بحرف الظاء، ثم عرج على أحكام الميم الساكنة والنون الساكنة والميم والنون والميم المشددتين وأحكام النون الساكنة والتنوين، ثم ختم المنظومة بالحديث عن أبواب هي من قبيل الأحكام المكملة لعلم التجويد من وقف وابتداء. يعني في آخر المنظومة تكلم في الوقف والابتداء، أين نقف وأين من أين نبتدئ في تلاوة القرآن، وتكلم أيضا في علم رسم المصاحف في باب المقطوع والموصول. إن شاء الله كل هذا سنأتي عليه لاحقا. أرجو من الإخوة عدم كتابة أي شيء، هيبقى هذا الخط موجود إلى أن ننتهي. ما عرفت كيف ألغي هذا الكتابة الشخبطة هذه، لو حد يفيدنا كيف نلغيها حتى الإخوة ما يشاركوا بهذه الخطوط على الشاشة. طيب، وابتداء وكذلك اتكلم عن حكم التاءات، التاءات التي كتبت في المصحف بالتاء المبسوطة مثل رحمة ولعنة وبقية وكلمة، وبهمزة الوصل كذلك ذكر أحكام همزة الوصل، ثم انتهى بباب الوقف على أواخر الكلمة. لو حد فينا يا إخوة كيف نلغي هذه الشخبطة بارك الله فيكم، لأن هذه هتبقى إلى آخر الدرس. طيب، التعريف بالمنظومة أيضا، لم يضع الإمام ابن الجزري رحمه الله أوابا لهذا النظم، بل سرد الأبيات سردا متتابعا، يعني ليس مثل تحفة الأطفال ذكر يقول باب مثلا أحكام النون الساكنة والتنوين، باب الميم الساكنة، لا، لم يذكر أبواب لهذا النظم، بل النظم من أوله إلى آخره ليس مبوبا بأبواب. الأبواب هذه التي ترونها في متن هو من وضع بعض المحققين وبعض العلماء، وضع أبوابا لها حتى يسهل حفظها، أما هي ليس لها أبواب، النظم يعني سردها سردا من غير كتابة أبواب لها. وهذا التبويب الموجود من صنيع المحققين فعلوا ذلك تسهيلا على طلبة العلم. طيب، وهي ما تضمنته من علم وافر في جامع لجميع موضوعات التجويد، صغيرة الحجم سهلة العبارة غاية في الإيجاز. ذا عصيت هذه المنظومة وصوت نظامها إذا اهتم بحفظها الكبير والصغير والأنثى، وأقيمت المجالس لشرحها وألفت فيها الشروح من قديم الزمان إلى عصرنا الحاضر، فمنها الحواشي، يعني بعض الذي ألف في هذه المنظومة بعض الشروحات أو الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لابن الناظم، وكذلك شرح الطرازات المعلمة في شرح المقدمة لعبد الدائم الأزهري، والليالي السنية في شرح المقدمة الجزرية، وكذلك الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. تابع هذه بعض الشروحات اللي موجودة لها إلى الآن، والمنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية للشيخ علي القاري. أبواب منظومة المقدمة الجزرية، هذه الأبواب التي تضمنتها المنظومة، أولا المقدمة التي إن شاء الله سنقرأها اليوم إن يعني وسع الوقت معنا، كذلك باب مخارج الحروف هو الباب الثاني في هذه المقدمة، يليه باب صفات الحروف، ثم يليه باب التجويد، وكذلك باب في ذكر بعض التنبيهات ذكر ما يعني الأشياء التي تراعى في التفخيم والترقيق، وكذلك باب الرؤات ذكر حكم الرؤات متى تفخم ومتى ترقق، وباب اللامات كذلك ذكر حكم اللام في اسم الجلالة متى ترقق ومتى تفخم، وباب الضاد والظاء هذا ذكر الألفاظ التي وردت في القرآن بالظاء يعني بالعصا كما تدخلون، خلاص قال في أوله والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، ثم سرد كل الكلمات التي وردت بالظاء. نتابع باب النون والميم المشددتين كذلك، وهذا يعني مر معنا في تحفة الأطفال، وباب أحكام النون الساكنة والتنوين وهذا مر معنا في تحفة الأطفال، وباب المد والقصر، وكذلك باب معرفة الوقف والابتداء وهذا من أهم الأبواب في الجزرية، وباب المقطوع والموصول وهو في علم رسم المصاحف ولكن أتى يعني بما يهمنا في قراءة القرآن في المقطوع والموصول،
وكذلك باب التاءات، الكلمات التي كتبت بالتاء المفتوحة والكلمات التي لم تكتب بالتاء المفتوحة في القرآن أو كتبت بالتاء المربوطة، وكذلك باب الوقف على أواخر الكلم ثم الخاتمة. هذا الذي ترونه أمامكم، هذه هي كل أبواب المنظومة المقدمة، وهي عبارة عن 107 بيت، وزاد عليها المحققون بيتين، فكان عددها أو أصبح عددها 109. إذا عدد أبيات المتن هي 107 كما ترون على الشاشة. طيب، نبدأ في قراءة أبيات المقدمة. قبل أن نبدأ في القراءة يا مشايخ، حد عنده أي سؤال أو أي استفسار في طريقة البرنامج أو التسميع أو الحفظ؟ طيب، نتابع على بركتك. أبيات المقدمة هنقرأ إن شاء الله من البيت رقم 1 إلى البيت رقم 8. الإخوة اللي هيشاركوا معنا في قراءة الأبيات يتفضل برفع يده. الإخوة الذين سيقرؤون معنا الأبيات يتفضل برفع اليد. زين، تشاركوا معنا في قراءة الأبيات. إن شاء الله نأخذ بالدور كده، كل من رفع يده إن شاء الله نأخذ بالدور لغاية ما الوقت ينتهي معنا إن شاء الله. إن شاء الله، فقط 4 فقط يريدون يشاركوا. مع أن الغرفة فيها 79 أو 78 شخص. طيب، نتابع. هذه المنظومة تسمى منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. طبعا هي مشهورة بالجزرية، لكن اسمها الحقيقي المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، واشتهرت بين الناس بالجزرية نسبة إلى ناظمها. طيب، نقرأ البيت الأول. طبعا في بسملة هنا لكن ما موجودة على الشرائح. البسملة دي من كلام الناظم، يعني الناظم وضع البسملة في بداية الأبيات، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. كأن في صوت هنا، عايزين نلغي الصوت فقط. طيب، هذه الأربع أبيات هي التي تكفينا اليوم إن شاء الله. نقرأها مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي عفوي، هنا مكتوبة بالفتح ولكن النسخة اللي هنحفظ منها إن شاء الله بالكسر، فنقرأها بالكسر. يقول راجي عفوي رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن أو القرآن، ما في مشكلة، ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. نأخذ اليوم 4 أبيات فقط، ويتبقى معنا 4 أبيات، لأن الوقت خلاص يعني أوشك أن ينتهي. طيب، الذي يريد أن يشارك تفضل. الشيخ أرقم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول راجي عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت، شكركم، بارك الله. تفضل شيخ وائل. الشيخ، هذا موجود في تحفة الأطفال الأبيات؟ لا، أنا أرسلت على المجموعة شيخ، موجود على المجموعة، أرسلت أنا المتن على المجموعة مطبوع. أشوف أنا على المجموعة،
ظاهر على المجموعة، لكن تحفظ الأطفال ما موجودة هذه الأبيات؟ تحفظ الأطفال؟ تريد تحفظ الأطفال يعني؟ أنا عندي تحفظ الأطفال لكن ما موجودة، وين أي مكان أي رقمها؟ إحنا الآن نشرح الجزرية، ماذا تريد من تحفظ الأطفال؟ تمام. أيوة، أنت إن شاء الله اهتم بالجزرية، اطبعها عندك وحاول تحفظ الأبيات التي إيه قرأناها بإذن الله. يعني صح، يحدد المطبعة. أيوة، أحسن تطبعها وتخليها معك، تكون جاهزة على تمام. طول. إيه؟ نعم، بارك الله فيك، ارسل لنا في الرابط وبعدين هنطبعها إن شاء الله. تفضل شيخ خوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راد عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت، تفضل شيخ عادل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت، بارك الله فيك شيخ عادل. اللي بعده عبد العزيز أظن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري محمد بن الجزري الشافعي الجزري محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت، بارك الله فيك. تفضل شيخ علي. علي الفارسي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت، بارك الله فيك. تفضل شيخ محمد حسن. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. شيخ محمد، محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت، تفضل شيخ علي الريامي. شيخ علي الريامي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو ربي سامعي عفو ربي بالتنوين رب يقول راجي عفو ربي سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن على مع محبه. مع محبه، وبعد، سكن العين، مع محبه ومقرئ القرآن مع محبه. والأفضل، الأفضل نقول القرآن حتى نوزن البيت.
الأفضل القرآني، ومقرئ القرآن مع محبه. قرآني. القرآن. ومقرئ القرآن مع محبه. لا سكن العين، ما تقولش مع محبه، مع محبه. العين ساكنة للنظم بس عشان ضرورة الشعر عشان يتوازن البيت. إن شاء الله شيخنا. ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت. بارك الله. تفضل شيخ ناصر يرفع يده. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفوي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة بما على قارئه أن يعلمه. أحسنت شيخ أحمد. أستاذ أحمد الوكيل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري. نقرأ بالكسر شيخ، هنعتمد قراءة الكسر. عفوي. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت. تفضل شيخ راشد. يقول رب عفو رب سامعي محمد بن جزر بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت بارك الله فيك. تفضل شيخ محمد سالم محروق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت بارك الله فيك. الشيخ مين؟ مسعود. نعم الشيخ مسعود. شيخ مسعود. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو ربي سامعي. يقول راجي عفوي راجي عفوي رب سامعي كله مكسور. يقول راجي عفو عفو عفوي 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 ربي سامعي رب محمد رب كذلك مكسورة رب رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي محمد بن الجزري تابع معي محمد بن الجزري محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد أن هذه مقدمة إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك وإياكم. تفضل أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد
الله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أحسن، تفضل شيخ خالد. الأخ خالد كان يسأل يقول لك أنا ما أعرف أرفع يد، الحين أرفع يد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفوي رب سامعي محمد بن الجزري ابن الجزري بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى.